الحالات التي عرضت على حضرتك، حالات الإدمان التي يعني أثرت في حضرتك أو منتشرة عندنا في المجتمع المصري؟ لا، ولو منتشر في المجتمع المصري، احنا عندنا كل يوم حالات السلوكس كتير. في انواع مخدرات دلوقتي بقت كتير منتشرة في مصر، والمستوى العمري انخفض. بمعنى اصح ان انت انا عمري ما كنت زمان بقول على واحد مدمن غير لما يكون عنده مثلا 24 25 26 سنة. دلوقتي السن الادمان نزل لغاية 14 سنة، وفي مدمنين اقل من كده كمان. ربنا يحفظنا. فما بقتش موضوع ان الرقابه على الادمان، بس بقى البيت اول حائط صد دلوقتي. يعني انا لسه كنت بسمع حضرتك في معالي المستشار كان بيتكلم ان فعلا انت لازم تشوف دلوقتي مين صحاب ولادك، مين ولادك، هو بياكل الاكل بتاعه ولا ما بياكلش، هو بيتنرفز ولا بيتنرفز. لان الحاجات دي كلها لو انت ركزت، اللي هي بالنسبه لك كانها بتاكل، لو ركزت فيها هتبتدي تعرف ابنك سلوكه بيتغير ولا لا. استاذ وليد، طب ما هي نصائح حضرتك على عجاله كده نظرا لضيق الوقت، نصائح حضرتك للاسره او للمجتمع المصري لتخفيف او محاربه هذا الامر؟ نراقب ولادنا صبح ظهر ليل، رقابه في البيت، رقابه في المدرسه، رقابه في النادي، رقابه في الشارع. اي سلوك يظهر على الابن او البنت غير مستحدث في علاقه الاسره مع الولد، لازم السلوك ده نبتدي يولع عندنا.